ومنورانا في الفقرة الأولى بطلة من بطلات مصر في سلاح الشيش، وكمان هي دكتورة وناجحة جدا في مجالها، ده غير ان هي كمان من هواة الغناء، وهنتأكد بنفسنا من صحة هذا الكلام من خلال فقرتنا طبعا الأولى دي. هي الحقيقة متعددة المواهب وبطلة، نحب نعرف منها تفاصيل تحقيقها لهذه البطولة أو للقب بطلة. منورانا سلوى جابر، لاعبة منتخب مصر في سلاح الشيش. يا صباح الفل عليك. صباح يا سلوى، النور. ايه الاخبار؟ منورانا يا سلوى بجد، ده نور. واحنا بنقرا البروفايل بتاعك فرحانين، لان انا بيسعدني شخصيا النماذج اللي هي للفتيات او للنساء المصريات تحديدا اللي بيبقوا ناجحين في كذا مجال. فانت بنتكلم على بطله رياضيه ودكتوره بجد ما شاء الله، وكمان بتغني، فلا نفهم بقى الميكس ده، خليها في الاول. يعني بصي، هو انا عامه طول عمري وانا صغيره ماما كانت بتلعبني العاب كتير، كانت مهتمه وعمرها بالرياضه قوي، لغايه ما انا يعني ارتباط ذاتي بالسلاح، بسلاح الشيش. كانت جت صدفه على فكره، مش اختيار دارج قوي عند البنات، مش اختيار دارج خالص. خالص خالص خالص. آه. هي عمرها اصلا ما كانت تارجت ليا لعبه السلاح عامه. يعني انا كنت بلعب كل الالعاب، كل اللي هو في الاول خالص بتودي بنتك تلعب سباحه، وبعد كده تلعب كاراتيه، وتفضل بقى واحده واحده تلعب حاجات لغايه ما تلاقي نفسها. انا لقيت نفسي في السلاح، يعني تو ماي سربرايز، لان انا اصلا ما كنتش، يعني كنت مستغربه اللعبه جدا يعني. بس فالرياضه ابتدت معايا، اند ذن لقيت نفسي بقى عايزه ايه، لا كمان اتفوق في الدراسه. الواحد لما بيتفوق في حاجه بيحس ان هي دافع ليه ان هو يتفوق صح في حاجه ثانيه. اللي بعده واللي بعده. صح بالظبط. فانا كنت قلت لنفسي طب ما اتكى على نفسي اكتر في المذاكره كمان، وانا كان نفسي اخش طب طول عمري. بس فلقيتني ايه، دخلت طب. وسلاح الشيش ده كان الرياضه من وانت صغيره. بالظبط بالظبط. هو كريم قال لنا ان هو حابب ان هو ينضم. ده من النهارده بعد الظهر. من النهارده بعد الظهر. سلوى هتفرجني ثلاث مرات في الاسبوع. خلاص انا موافقه، انا موافقه، ده دي حقيقه. يعني انت عملتي مستحيل يا سلوى. اعملي حسابي معاكي البطوله الجايه. لا خلاص انا موافقه. بس فانا بصراحه يعني بحب اللعبه، يعني اللعبه يعني ناس كتير قوي تكون فاكره ان هي لعبه قتاليه، على فكره هي مش لعبه قتاليه خالص، قد ما هي لعبه عايزه استراتيجي وعايزه مايندفولنس، عايزه حد يفكر كويس، يعرف ازاي، يعني يعرف ازاي ان هو يخدع اللي قدامه بطريقه يجيب هو اللمسه وما يتلمس يعني.